السلام عليكم. ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا هاد الاهرام غير بالبقايا ديال الثوب، ساهلين في العمل. تقدروا ديروا فيهم فنيتات بهذا الشكل هكذا، ولا تعمروهم بشي حاجه اللي ثقيله بحال الرز بحال العدس بحال وتقلو به الثوب للفصاله، ولا تكاليو به الباب، وتقدروا ديروا حجم كبير. غادي نبداو ان شاء الله. غادي نبداو ان شاء الله. اذا غادي خصك 20 سنتيمتر على 10 سنتيمتر، اذا المستطيل ديال 20 على 10. غادي نقطعوه بهذا الشكل هكذا. اذا انا درت كميه باش غادي نخدمها. غادي خصكم كذلك شي كوردون كما كان، انا خدمت هذا ديال 10 ديال المتر. قطعي شريط ديال 10 سنتيمتر، اذا غادي تثني على جوج، وغادي تثبتيه في هذه الجهه اليسرى ديال الثوب، وغادي تثنيها على الجهه المسدوده، وغادي تخيطيها من هذه البلاصه، وغادي ديري شويه ديال لاغيتم. اذا غادي نخيطوها. اذا ثبتها بهذا الشكل هكذا. ركزوا مع البلاصه اللي تتكون ما مقطعش، تتكون مقابله مع هذيك البلاصه اللي درنا فيها هذاك البي ولا داك الشريط ديال السينتا. صافي. من بعد اذا تتمشي لهذيك البلاصه اللي مسدوده وتتحددي المنتصف ديالها، اذا كرانيتها بهذا الشكل هكذا، وغادي نجي نحلها في الوسط. اذا غادي تحطي الخياطه مباشره على المنتصف ديالها بهذا الشكل هكذا، وغادي تخيطي لها تقريبا 3 سنتيمتر، تخليها في الوسط باش تعمريها، وغادي ديري شويه ديال لاغيتمون كذلك. دابا غادي نقلبوها. اذا دابا عمريها باش ما بغيتي، الا بغيتيها تكون ثقيله غادي تعمريها بشي حاجه ثقيله، الا بغيتيها الفنيتات راه غادي تعمريها باللواط. اذا انا بغيت نديرهم للفنيتات، تيطلبوهم لي بزاف، وقلت علاش لا ما نستعملش هاد الثوب، بقى لي واحد الجلابه فصلتها. اذا دوك الطريفات صغار باش زوين هاد العمل، ما تيطلبلكش الثوب كتير. اذا بهذه الطريقه غادي تخدمي كميه كبيره، اذا حتى تخيطيهم من هذه الجهه وتركبي لهم هذاك الشريط، ومن بعد عاد ديريهم اهرامات بهذا الشكل. دابا الا بغيتي تحافظي عليها مستقيمه، اذا تبقى دائما هذيك البيه اللي درتي لها الفوق. اذا غادي تجيبي شي حاجه، اي حاجه تكون ثقيله، انا عندي هاد الدوائر بهذا الشكل هكذا، اذا واخا تقلبيها
تترجع النفس تقل، يعني ديك الماسة تجيها ثقيله تتغلب على اللواط. استعملوا اي حاجه، تقدروا تستعملوا حتى شي حجره ديال الكاياس. غادي يدي لكم نفس، غتحصلوا على نفس النتيجه، يعني ما تحتاجوش تشريوا هذوك الدوائر. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على دوك الدوائر منين جاوني، انا سبق لي شريت من واحد السيد كميه كبيره ديال العقيق، وكان من ضمنهم هاد الدوائر. اذا ما فيهم لا حفره لا والو بالنسبه للعقيق، ما عرفتش حتى شنو الطريقه ديال الاستعمال ديالهم. وجاتني الفكره انني نستعملهم بهكذا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كما شفتيو، يجيو ساهلين. تنتمنى تكون عجبتكم وحتى نتوما تجربوها وتقدروا تبيعوا فيهم. غير نبتيها بهاد الفنيتات. السلام.